طب المانجو بنفس الطريقه، بجيب كوبايه من معجون المانجو. معجون المانجو اليومين دول زي الفل. ادي معجون المانجا اهي يا حسني، واطعمها بشربات خفيف نص كوبايه، واروح جايه مدياها لون غذائي لون المانجو. خطواتك كده كلها قدامك يا حسني. وبعد كده بقلب المانجو مع الشربات الخفيف مع اللون كويس قوي عشان يعمل عندي الطعم، لان المانجا لوحدها من غير شربات ممكن تبقى مزه، فعشان كده احنا بندي شربات عشان الموس. ندي ضعف الكميه بتاعه المعجون اللي موجود ده كريمه، هندي واحده برضو الاول كده عشان نمشيها في الموس عشان نصبه وتبقى تريكاتك وحركاتك وتفاصيلك يا حسني باحلى موس في الدنيا في ايام الصيف والمصيف الجميله دي تعملي لاولادك حسب امكانياتك. شوكولا اعملي شوكولا، امكانياتك مانجو اعملي مانجو، امكانياتك فراوله اعملي فراوله، امكانياتك ليمون اعملي ليمون. سهله جدا، عملت لك اربع افكار تقدري تنفذيهم في الصيف بكل تريكاتك وحركاتك. اديها كمان واحده. عايزه تحطي جواه مكعبات مانجا جوه الموس يا جماله. انا بسهل عليكي، بقول لك افكار لكن بسهل عليكي. وعايزه تعملي ديسك زياده من الكيكه الاسفنجيه تحطيه في النص يا جمالك برضو. زي ما انت شايف كده الموس جهز بتاع المانجا وبقى انسيابي خالص، وهنصبه هتشوفوا دلوقتي واحنا بنصبه عشان تتاكدي ان كل الجيلاتينه فيه. تعالى كده يا حسني نصبه في الفورمه اللي فيها الديسك الاسبونج ونسقيه بشربات المانجو. اهم حاجه بقى تسيبي مساحه عشان هنحط جيلي مانجو عليها من فوق. بعد ما تتجمد هنحط جيلي مانجو عليها من فوق عشان تتساوى. بصي تخبطتين كده، وما تنسيش تحطي من تحتها بلاستيك فيلم عشان تمام. اروح جايه مدخلاها الفريزر مع الشوكولاته الترفيه. يا جمالك يا حسن يا تفاصيلك. قلنا الفريزر لمده ساعه لكن الثلاجه لمده ساعتين عشان تجمدي التفاصيل والحركات والتكات.